الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وزاد عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الأحبة الأكارم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ثم أما بعد، هناك سر دفين لدى الأنبياء وعند المرسلين، كي يظفروا بهذا النجاح الباهر في أن يرقوا مجتمعاتهم ويعلوا من رصيد الأخلاق الطيبة لدى أتباعهم، شيء قريب من الخيال، نوع من الإعجاز. مثال: هل تتخيل أو هل تعقل أو تعلم أن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم استطاع في ربع قرن من الزمان، في ربع قرن، في 25 سنة، أن يغير وجه العالم كله بكلماته البسيطة، بسلوكه الفريد، بأخلاقه العظيمة، بطبعه الودود صلى الله عليه وآله وسلم؟ استطاع أن ينتصر على القوتين العظميين في عصره، فارس والروم. استطاع برفقاء دربه، بقادة جيشه، بالمنتسبين إلى الإسلام من أمته، أن يقوض عرش كسرى في فارس، وأن يهدم عرش قيصر في الروم، وهما القوتين العظميين في ذلك الوقت. يا له من نجاح باهر وعز عزيز. السر أن الإسلام يومها كان فيه عزة، عزة الإسلام تسربت إلى نفوس أتباعه، فكانوا أهل عزة وإباء، أهل شموخ وكبرياء، أحسوا بقيمة دينهم والتفوا حول لوائهم ونفذوا تعاليم ووصايا قائدهم المبجل وإمامهم الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان كل شيء يختلف عن زماننا اليوم، وأوجه المقارنة موجود. مثال: المسجد النبوي له جدران 4 بنيت حوائطه من الطوب اللبن، الطوب الأخضر، شوية طين وتراب ومية،
حصباؤه وأرضه وفراشه الرمال، شوية رملة جابوه، سداجيده حصر من ورق البرد والغاب وبعض الجلود الطاهرة، أعمدة المسجد يومها جذوع النخل، السقف جريد النخل وسحف النخيل. ومثل هذه الغاب والبوص والأحطاب والجلود ما تيسر من أفرع الشجر يومها، هذا المبنى البسيط بكل التواضع الذي تم التشييد به ضم في داخله أعظم الرجال وأنبل الناس، ضم الصحابة الميامين والخلفاء الراشدين وكل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل السابقين من المهاجرين والأنصار، هؤلاء الذين حملوا ألوية الإسلام ونشروها على وجه الأرض. كان للإسلام يومها عزة، وكان في الإسلام رجال أوصلوا الإسلام إلى سيبيريا شمالا وإلى منابع النيل جنوبا، أوصلوه إلى أرض الصين شرقا وإلى طنجة في المغرب العربي والأطلسي. كان الكل يحمل رأسه ويقدم روحه فداء وتمكينا لهذا الدين. كان التدين يومها تدينا حقيقيا لا يعتمد على المظاهر والشكليات. سبحان الله، مسجد من الطوب اللبن والرمل وسعف النخيل وأعواد النخيل يخرج هذه الكتائب التي تدين بولائها لهذا الدين العظيم الذي جعله الله خاتما لكل الرسالات السابقة. نعم، كان ولاؤهم لله، كان تدينهم وحرصهم على الالتزام بالدين بحقائقه، بولائهم والتزامهم وحرصهم على أن يظهروه في صورته الحقيقية. فانظر اليوم إلى واقع المسلمين، انظر حولك تجد الشكليات، جلباب أبيض وأشال أبيض ومسبحة وعصايا معوجة ولحية وجلباب قصير وسواكم في الجيب، كل هذا من مناظر التدين. لكن الله عز وجل لا ينظر إلى الأشكال والألوان، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكان إمامنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه يقول: علموا الناس بأعمالكم لا بأقوالكم، علموا الناس بأعمالكم لا بأقوالكم. كان أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول: إن الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم. فالأم التي تعطي المحاضرات لابنها كي يكون صادقا وأن يلتزم الصدق طوال عمره، إذا فوجئ بها ابنها وهي تكذب على أبيه أمامه مرة واحدة، سقطت لدى هذا الطفل كل قدسيات الكلام عن الصدق. وإذا استمع لها بعد ذلك إنما يستمع من باب المجاملة، لكن كأن في أذنيه وقرا، لأن النموذج الحي والمثل الحي هو الذي يعيش مع الناس. كل الناس يستطيعون أن يتحدثوا عن الفضائل وعن القيم وعن الأداب وعن الأخلاق،
لكن أين واقعها في دنيا الناس؟ أين تطبيق السلوكيات في دنيانا اليوم؟ لا. لذلك عدد الأنبياء كان قليلا، كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عددهم كام؟ يعني 124,000 نبي ورسول، 124,000. أي يعني مثلا نقوله 8 مليون، 124,000 نبي ورسول. طب عدد البشرية، طب ده احنا الوقت قربنا على 7 مليار في عصرنا هذا. طب كم عدد الذين رحلوا من لدن آدم إلى يوم الناس هذا؟ مليارات، ملايين مملينة. كم عدد الذين يأتون إلى يوم القيامة؟ مليارات، ملايين مملينة. طيب 8 مليون يبعث لهذه الخلائق جميعا؟ نعم، لأنهم يحملون رسالة الله، يحملون كلام الحق، فاستطاعوا أن ينشئوا أمما وأن يجعلوا دولا تقوم على هذه المناهج الخالدة، أن تعيش وفق دستور الله. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، والقرن 100 سنة، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وفي رواية ثم الذي يليه 4 قرون. بعد ذلك يتغير الناس، يتغير الناس. استطاع النبي أن يكون أمة في 25 سنة، يغير وجه العالم، رعاة الغنم يجعلهم قادة للأمم، الذين يعيشون بين النساء والخمور يصبحوا سفراء للإسلام. يا سبحان الله، ما الذي غيرهم؟ ما الذي بدل جلودهم؟ ما الذي غير أفكارهم؟ الدين، الدين والوحي والإيمان العميق والتمسك بالدين. نحن جعلناه شكليا، لكن يومها كان تدينا حقيقيا. تعد الواحد 100، تعد الواحد 1000، تعد الواحد بأمة كاملة. لكن اليوم العدد عندنا في اللمون، لا اسم، لا سمعة، لا تدين، لا التزام، لا بريق حتى في شتى مناحي الحياة. في الدول العظمى لا يوجد فيها من يقول لا إله إلا الله. الدول التجارية العالمية لا يوجد فيها أحد ينتسب لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجري؟ لما هذا التجريف في الدين؟ كيف تمت هذه الغربة؟ أين نحن من ديننا؟ سبحان الله، مسجد من الطوب اللبن والرمل وسعف النخيل وجذوع النخل، يخرج للعالم قاعدة، ينشرون الدين عبر وجه الأرض. نعم، بولائهم، بالتزامهم. الدين هو الدين، لم يتغير، لكن تغيرت نفوسنا نحن، تغيرت عقولنا نحن. حصل هدم للدين، حصل إبعاد للدين، تجريف للدين، تغريب لأمة الالتزام. كل هذا أودى بالأمة في هذه الأودية السحيقة، وجعلها تسدد فاتورة غالية الثمن. فالمسلم صاحب العزة الآن لا يملك إلا الرفض، لا يقول إلا أننا نشجب، أننا لا نقبل، أننا نرفض، أننا نعترض. لا، أمة الإسلام أمة قوية، أمة الإسلام الأمة العزيزة، الأمة التي ارتضاها الله وحي رجالها من فوق 7 سماوات، وقال في حقها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني أنتم، مش كنتم، كنتم بمعنى أنتم. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وفي وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد عز الدارين فليطع العزيز. من أراد عز الدارين فليطع العزيز. والرسول يقول: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق، إنما بعثت معلما ومتمما
لمعالم الأخلاق. النبي اصطدم كثيرا بأصحاب التفكير الخاص، الناس الخام بتوع البدو والريف، لكن النبي كان يحتضنهم بأسلوبه الراشد وعقله النير ونظرته الثاقبة وسياسته الحكيمة. سيدنا معاوية ابن أبي الحكم أحد الصحابة، رجل بدوي راعي قاعد في الصحراء خام، دخل في عصر يوم والنبي يحدث المسلمين ويعلمهم درسا في الدين، فالرجل يعني أصغى السمع، سمع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أخاك فشمته قل له يرحمكم الله. هذا من الأداب الإسلامي، هذا كل الذي وعاه معاوية من هذا الدرس. فنفسه حرة تتوق أن يطبق ما سمع، فشاءت إرادة الله أن يدخل المسجد النبوي بعد حضور الدرس في يوم في داخل الأسبوع في صلاة العصر. صلاة العصر صلاة سرية، النبي أم المسلمين واصطفوا للصلاة، ودخل معاوية أثناء التلاوة في قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى، عطس أحد الذين يجاورون معاوية بن أبي الحكم، هو رجل بسيط رجل بدوي، فقال: يرحمكم الله، فلم يرد عليه أحد، قال: يرحمكم الله. فبدأ المسلمون يصغرون إليه بأعينهم كي يسكت، فقال: يرحمكم الله. كل ذلك يجري والنبي أم المسلمين، فإذ بالمسلمين القريبين منه في الصف أخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتوه ليصمتوه، ما قاعدين في الصلاة ما حدش يقدر يتكلم، الرجل مش فاهم. يرحمكم الله وثكل أمية ما لكم، فأشاروا إليه على أفخاذهم، قال: فهمت أنهم يسكتوني فسكت. يبقى أنا عملت حاجة كبيرة مخشن. حتى سلم النبي من صلاته واعتدل إلينا بوجهه المشرق ونظر إلي بأبي هو وأمي. شوف سيدنا معاوية بيقول إيه؟ بأبي هو وأمي، والله ما وجدت معلما قبله ولا بعده مثله، والله ما كهرني ولا صغر لي بعينيه ولا لامني ولا عاتبني ولا شتمني ولا ضربني ولا سبني ولا أذاني، إنما قال لي: يا أخي هذه صلاة لا يجوز فيها الكلام، إنما هي قراءة للقرآن والتكبير والتسبيح، والله ما كهرني ولا صغر لي بعيني ولا لامني ولا قبحني ولا سبني ولا شتمني ولا ضربني ولا أذاني، إنما بكل رفق وتؤدى. وقال لي: يا أخي هذه الصلاة لا يجوز فيها الكلام، إنما هي لقراءة القرآن والتكبير والتسبيح. هذا الذي كان يعالج به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أصحاب الأخطاء، يعامل الناس على قدر عقولهم، كان يدعوهم بسلوكه: ادعوا الناس إلى الإسلام بسلوككم، لا تدعوهم بالمواعظ. كل الناس يحفظون المواعظ ويعرفون أن يعظوا جيدا ويحفظون النصوص قرآنا وسنة، ولا يوجد في الدنيا من لا يعرف الحلال من الحرام، حتى البهائم والحيوانات والطيور وغيرها، سبحان الله. لكن نحن نتعايش مع المواعظ، نمصمص الشفاه، وهناك من يصرخ وهناك من، لكن تطبيق السلوك شيء صعب. لما سئلت أمنا عائشة عن أخلاق رسول الله قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. فهل القرآن اختفى؟ هل القرآن حصريا لرسول الله؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فغياب القدوة، فتش عن غياب القدوة، أنت تقتدي إذا وجدت إماما،
أنت تعدل إذا وجدت عادلا، أنت تحترم جيرانك إذا وجدت من يحترم الجار. يخرج الإبن مهذبا إذا وجد أترابه وأمثاله ومن هم في سنه يلتزمون الأدب، إذا وجد بيئة راشدة، بيئة عاقلة. في دنيانا اليوم نفتقد القدوة، ربما نجد قدوة في السرقة، قدوة في الشهرة بضرب القوانين في عرض الحائط، نجد قدوة في الهلس، في التشنيع على خلق الله، في إثارة النعرات، في الفتن بين الناس. نجد قدوة أن المجاهيل أصبحوا يتعرضون ويتصدرون المشهد. ما هذا؟ وأصبحت صيحات الموضة وغيرها يتهالك ويتنافس عليها الشباب بدون وعي ولا قيمة ولا أثر، رغم أنه تقليد أعمى جاءنا من الشرق ومن الغرب ممن لا يحسنون بنا ظنا ولا يقيمون لنا وزنا ويبغون فتنتنا وتلويس مقدساتنا ونهب ثرواتنا والتشكيك في أعمالنا. يجب علينا أن نقف، أن نفهم، أن نستوعب. ليس كل ما يأتينا ويصدر إلينا نقبله، لكن أين القدوة؟ إنك اليوم تجد على الشر أعوانا ولا تجد على الخير معينا واحدا. ثم أصحاب الوظائف المرموقة وأرباب المسؤوليات، أين هم من تقديم الأسوة للناس، من تقديم القدوة للناس؟ سبحان الله، في خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فتحت أذربيجان دولة معروفة في أوروبا، فأرسل واليا عليها يسمى عتبة بن فرقد، رجل عاش هناك بحكم أنهم في ذلك البلد كانوا يصنعون نوعا من الحلوى الفاخرة، فأراد الوالي يعني أن يجامل ولا يرسل إلى أمير المؤمنين الذي عينه محافظا، واليا يعني محافظا أو حاكما، فأحضر وعاء وملأه بنوع من الحلوى الفاخرة زي علبة، علبة حلوى اليوم يعني، علبة حلوى، واختار رجلا من جنوده وقال له خذ هذه الحلوى وأعطها لأمير المؤمنين وقل له هدية من والي أذربيجان عتبة بن فرقد. رسوله جاء إلى سيدنا عمر، سلم عليه وحياه وجلس أمامه وقدم الوعاء المملوء بالحلوى، فقال له سيدنا عمر ما هذا؟ قال هدية إليك يا سيدي، أرسلها الوالي، والي أذربيجان. كشف عمر الغطاء، فك العلبة، الحاجة اللي جاي فيه، فإذا بها حلوى. قال ما هذه؟ قال إنها حلوى يا سيدي. فمد عمر وأخذ منها قطعة ووضعها في فمه، وجد لها حالة غريبة من السكريات، طعاما لذيذ الطعم، شهي المنظر، حاجة فخفخينة أعجبت عمر، فمد يده ليأخذ قطعة أخرى إلى فمه وقال له أتصنعونها في بلادكم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أكل الناس يأكلون هذه الحلوى؟ قال لا، ليس كل الناس، إنما الأمراء، النبلاء، الأثرياء، علية القوم، طلائع الواعي، المشاهير، اللي عنده. فرد عمر القطعة التي كان يريد أن يضعها في فمه، ردها وأغلق الغطاء، قفل العلبة يعني، ودفعها وأخرها وقال له يا هذا أين بعيرك؟ الدبة بتاعتك فين؟ قال برا يا أمير المؤمنين، في الخارج. قال اركبها وخذ هديته واذهب بها إليه وقل له إن أمير المؤمنين يقول لك اتق الله ولا تأكل شيئا حتى يشبع كل المسلمين منه، لا تأكل شيئا حتى يشبع منه كل أبناء البلدة من المسلمين أغنياء وفقراء، إنما حاجات خصوصي، لا، حاجات لعلية القوم، لا،
اللي معاه يلزمه؟ لا. زاي رفض عمر أن يكمل رغم أن الهدية كان النبي يقبلها، هدية أي حتة حلاوة يعني، ولا علبة حلاوة يعني، ما كان قادر يأكلها ومفيش مشاكل، ها يديها لعياله في البيت وما أكثر عيال عمر. لكن انظر إلى تقدير المسؤولية، إلى خطورة الموقف، كيف وهو الإمام الراشد، كيف وهو الرأس الكبير، كيف وهو حاكم الدنيا، كيف وهو القدوة والنموذج، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب غدا بين يدي الله. قل له إن أمير المؤمنين يقول لك اتق الله ولا تشبع من الطعام حتى يشبع كل فقراء المسلمين قبلك، لأن الحاكم خادم، الحاكم أمير عند الجماهير، فلا بد وأن يكون قدوة، لابد أن يقدم الأسوة حتى يقتفي الناس الأثر، لأن الإمام إذا رتع رتع وإذا عف عف. فكان سيدنا عمر إذا أصدر أمرا إلى الجماهير المسلمة ثاني قرار يأخذه يقول هاتوا لي ناسي الكبير والصغير المرأة والراجل، وقعد أهله وزويه اسمعوا وعوا، أنا أصدرت اليوم قرارا ممنوع أن يقترب إنسان من كذا وكذا، نهيت الناس عن كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فوالله إن جيء بواحد منكم مخالف لما نهيت الناس عنه لأضاعفن له العقوبة، عقوبة النهي والمخالفة وعقوبة أنه قريب إلي وقريب مني. الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى الله، أنا هطبع عليكم أنتم، اللي هيقع تحت القرار ده له بدل العقوبة اثنين، الغريب يأخذ عقوبة المخالفة، إنما أنت قريب محسوب علي، تأخذ عقوبة المخالفة وعقوبة قرابتك مني، لأن أنا لازم أكون قدوة واللي حوالي يكونوا قدوة أو ناس المحسوبين علي يكونوا قدوة، إنما يا بخت اللي كان واللي ليه ظهر ما يتضربش واللي معاه وسطة، ما ينفعش. بذا تتحلل المجتمعات، ما قامت أمة الإسلام إلا بالولاء لله، والناس جميعا أمام الله سواسية كأسنان المشط. لما مر في السوق ووجد الإبل ضعيفة وهزيلة، ثم فوجئ بكمية من الإبل سمان عفية مربر به، قال بخن بخن، إبل من هذه؟ شمعنا يعني إبل من هذه؟ قالوا إبل ابنك. ابني أنا؟ قالوا نعم. أي أبنائي؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال بخن بخن يا عبد الله، ده كله بتاع عبد الله؟ قالوا نعم. قال هاتوا لي عبد الله. أرسلوا إليه فأحضروه، دي يجري ويرتجف. نعم يا أبتاه. قال إبل من هذه يا عبد الله؟ قال إبل يا أبتي. قال الله الله يا عبد الله، ها إبلك أنت دي؟ قال نعم يا أبي، أنا اشتريتها ضعيفة وهزيلة، سمنتها وأسهر في خدمتها وأقوم على علافتها وأستأجر من يرعاها، إنما أنا أبغي المكسب زي الناس ما بتكسب، أبتغي ما يبتغيه المؤمنون، هو حلال عليهم حرام علي، أنا عملت إيه يعني؟ قال لا يا ولدي، لا يا ولدي، إن الناس ينظرون إلينا كما ينظر الطير إلى اللحم. عندما يروحوا المكان اللي فيه عشب وخضرة يقولوا أفسحوا الطريق إبل ابن أمير المؤمنين، يروحوا يزقوا على الحواض، أفسحوا الطريق إنها إبل ابن أمير المؤمنين، ده فيها شبهة، هيجملوك على حسابوك، ما ينفعش. هذه الإبل تباع الآن وأنت تأخذ رأس مالك فقط، وكل الأرباح تضاف لرصيد بيت مال المسلمين. طب هو سيدنا عبد الله بن عمر كان في شبهة؟ ده الصوام القوام عبد الله بن عمر، مات النبي وهو عنه راض، كان أهل الاتهام، لكن عمر يقدر خطورة الكرسي اللي قاعد عليه، يعرف أن الناس مستنين أي هفوة، أن الناس يفسرون الأمور غير حقيقتها، أن الناس تشوه الحقائق،
أن الناس يقول اشمعنا أن يفتح باب الفساد والإطناب والمجاملات وتسمع عن الرشاوة ملايين مملينة في كل مكان؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ ومن يتحمل؟ وماذا يقول الرجل الفقير؟ وأين يذهب المعدم؟ وأين الذي لا يجد الدواء ولا الكساء ولا الغطاء ولا الغذاء؟ ما هذا؟ ما هذا الذي يجري؟ وكيف يجري؟ انظروا إلى قديم عهدنا، إلى أمتنا، إلى أئمتنا، خلفائنا الراشدين، نستمد منهم ومن سيرهم ومن ترجمات حياتهم ما ننير به الواقع. حتى الذين يهاجمون الإسلام في الشرق والغرب عندما يسمع عن هذه الحقائق ويعرف أننا نحن الذين عمرنا الدنيا بالدين وطبقنا تعاليم الإسلام وكان من بيننا رجال أفاضل نشروا العدل، كعمر، كأبي بكر، كعثمان، كعلي، كالحسين، كعمر بن عبد العزيز والبقية الباقية، أولئك رجالي وأجدادي وآبائي، فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المقادير، فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. فهل الإسلام عقمت نساؤه أن يردن مثل هؤلاء ليصل الحبل ويمد الطريق من جديد، تنير للدنيا كلها وتظهر عظمة الإسلام وعدالة الإسلام ورحابة الإسلام، الدين الطيب والدين المثالي، الدين الذي ينجو به الناس يوم الدين ويفلتون من عقاب الآخرة والنار ويدخلون دار السلام؟ نحن في حاجة إلى من يصحح لنا مواقفنا، وفي حاجة إلى من يذكرنا بأمجادنا وتاريخ رجالنا الأوائل، لعلنا نجد آذانا صاغية أو من يهتدي على مثل هذا الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الأمور تغير، والفساد عم وضم، وتشويه الحقائق والطعن في الدين ورجاله، هذه أمور تعود على المجتمعات دائما بالويل والخسار. اجتهاد سيدنا عمر كان فيه صعوبة على الناس، لما وجد الناس بدأت تتفلت ووجد بعض الأخطاء التي لم تكن موجودة على عهد النبي، اجتهد عمر في التعازير. التعازير ده يبقى غرامة يا إخواننا، يبقى ضرب، يبقى إهانة، لما ليس فيه حد؟ في حد؟ لا، خلاص لا اجتهاد مع وجود النص. رجل بيزني خلاص ده فيه حكم، يا الرجم يا التغريب على حسب حالة المواقع صاحب الجناية. لكن افرض راجل وجد امرأة تسير في الطريق، أو شاب سليم العقل بعيدا عن المجانين، وهرول ناحية هذه المرأة وقبلها في الطريق، حكم الدين؟ فيش حكم في الدين يقول أقطع رقبته ولا يدفن حي ولا يرجم ولا يجلد لا، يترك هذا الأمر لولي الأمر، يروح داخل بيه في باب التعازير، يشوف يحبسه، يضربه، يجيبه يوبخه، يغرمه، يصومه كده يعني. فدي تعازير. سيدنا عمر كان شديدا فيه، حرق حوانيت الخمارين، قالوا له في قرية هي اللي بتصنع الخمر، حرقها بالكامل. وكان يضرب، كانت معه عصا تسمى الدرة، وعصا عمر لا تهاب أحد، كل ينجلي عليه. واشترى دارا وجعلها محبسا، حبس، اللي يعمل حادة تستحق الحبس. سيدنا عمر كان يحبس، طبعا على أيام سيدنا النبي ما كانش فيه سجون ولا محابس، لكن ده اجتهاد من عمر في التعازير، والصحابة موجودين يثقون في عمر وفي عدله وفي نزاهته وفي علمه. سكوتهم معناه أنهم ارتضوا هذا الأمر. كان سيدنا عمر لا يهاب كبيرا في الحق. قالوا له سعد بن أبي وقاص خال النبي حاكم الكوفة بنى قصر وقعد جوه، واللي عايزه مش هيقدر يوصل من الحجاب والخدم والحراس.
أمر عمر أن يهدم القصر ويحرق. يا سعد جعلناك واليا يعني خادما للناس، مش تبني لي قصر وتقعد لي من جوا مش عارفين وصلوا لك ولا يشكولك، لا ده مسؤولية. مع أن سعد هذا النبي كان يقول له ارمي يا خال فداك أبي وأم، أول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص أحد العشر الكبار مبشرين بالجنة، ها ونزل فيه قرآن وفيه من القصص والحكايات والروايات والأحاديث الكثير. لكن شوف عمر في الحق، جاءه رجل وقال إن أبا سفيان حرك الحجر الذي بين مزرعتي ومزرعته، كان أسلم أبو سفيان، قال أحضروه. جاب سيدنا عمر صاحب الزرع لدي يشكي وجاب أبو سفيان وأحضر أبا سفيان. فين الزرعة دي؟ قال هي دي. الحجر ده كان فين؟ قال لمترين لورا. أبو سفيان زحزح خد مترين من أرضي، أمسك عمر الحجر ووضعه مكان ما أشار الرجل ورد للرجل حقه المترين، وأمسك بعصاه واقترب من أبي سفيان وقال يا أبا سفيان أنا أعلم أنك قديم عهد بالظلم، أنت عقب ظلم من بدري وأنا حافظك كويس، والله إن لم تلتزم لأجلون درتي فوق رأسك، هنضربك بالعصاية فوق رأسك. أبو سفيان طبعا سيد العرب وسيد مكة وصاحب المقام المعروف، ضغط على نفسه وقال الحمد لله الذي جاء وقت يسب عمر فيه أبو سفيان فيسكت. قال له عمر طالما في الحق لابد وأن يتحدث عمر وأن تسكت شئت أم أبيت، فالكل أمام الله سواء، ده حقوق. بهذا العدل قامت السماوات والأرض، بهذا العدل كنا أصحاب عزة، بهذا العدل كان في أمتنا رجال، بهذا العدل انتشر الإسلام وزاع. النهاردة شوف بلاد المسلمين تضج بالمساجد لكن أين المصلون؟ بلاد المسلمين تطفح بالمعاهد والكليات والجامعات والعلماء والوعاظ والدعاة والقراء، لكن المسلمين يتعاطفون مع الإسلام تعاطفا شكليا لفظيا، لكن أين السلوكيات؟ لا، نحن في واد وديننا في واد، نسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك، اجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم اجمع شملنا ووحد صفوفنا ووحد كلمتنا وأمننا في أوطاننا واجعل بلادنا سخاء رخاء. اللهم سلم المسافرين والمسافرين، اللهم اكتب لنا زيارة لبيتك المحرم وزيارة لمقصورة نبيك الأعظم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، نسألك يا ربنا الستر والقبول، نسألك يا ربنا الستر والقبول، نسألك يا ربنا الستر والقبول. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، الله عليم بما تصنعون، واقم الصلاة.